شكرا، اشكركم على كل حال. كانت مباراه ما كناش متوقعوها، يعني كنا نستناو لي كونتر ديالهم. انا تكلمت بزاف عن الكرات المضاده، يعني لي كونتر اتاك ديالهم في الشوط الاول، تكلمت عليهم بين الشوطين. كان الشوط الاول لينا، كان تقريبا اجماليا كانت اللعبه لينا، يعني ضيعنا في الشوط الاول، ضيعنا في الشوط الثاني، ضيعنا فرص خاصه في الشوط الاول. كانت يعني كان التحكيم، كنا حاكمين في لا ميتريز تاع الكره، كنا حنا ميتريزين الكره، هما كانوا يتبروسيدي بار كونتر، وكنا محضرين روحنا. يعني بدينا 3 ديفونسور، بعد رجعنا 4 ديفونسور، بدلنا الخطه واحد 3 ولا 4 مرات في المباراه. جانا ان كونتر، كنا يعني مش كنا متوقعين يكونوا لي كونتر، لان خلينا المساحه ومشينا، مشاو الدراري للامام. كان واحد خلل بين الدفاع وبين وسط الميدان، وسط الميدان ما كانوش يرجعوا بزاف. لذاك كنا نتلاقاو المدافعين ديالنا، كل مره نتلاقاو 2 ضد 2 او 3 ضد 2 او هذا اللي صرا، حاولنا نصلحوا، درنا تغييرات كلها هجوميه ما عطاتش شكل تحالي. كانت لان كانت المباراه تقريبا سالات، كنا في الدقيقه 85 ولا كنا خذينا هدف. كانت صعيب الرجوع، اعتذروا من الجمهور ديالنا، اعتذروا من المكونات تاع الفريق ديالنا، ونردوهم باش نخلفوها ان شاء الله في اقرب الاجل.